مولاد يقال انه احد الرياضي بعد الخلاف الشهير مع الجامعه حول حقوق البث ما عادش بدلت علاقه نوعا ما، اصبح كانه فضاء التبييض شويه الجامعه. اكيد سمعتوا انت الكلام هذا. تبييض كلمه ما نجمش نقبلها، نرفضها وما نقبلهاش. تقول لي لحد رياضي ماهوش في علاقه خلافيه مع الجامعه وماهوش الفضاء اكبر من هكا العلاقه؟ لا لا بشويه خليني نكمل. لا لا تبييض ساعه راهو ساعه نوضحوا حاجه، كلام عنده معنى. تبييض شكون تبيض انت؟ الجامعه؟ لا لا لا، تبييض الكلمه المصطلح راه مصطلح قانوني، قولوا تبييض الاموال ولا غسيل الاموال، وهذا في علاقه بالاجراء. اذا كان فما شكون عنده دليل انه الجامعه التونسيه لكره القدم لا هي منظمه اجراميه خويا اعطيوني. نحكي في كونتكست نتاع السؤال، ماهوش تبييض. تقول لي انت يا سي مراد ولا سي رازي، انا كرونيكور في كونسلتون في البرنامج، مانيش انا. تقول لي انتم علاقتكم ماهيش علاقه صداميه مع الجامعه، او انتم بارتنير مع الجامعه، نجم نمشي معاك نجم نمشي معاك، ولو انا نجم نجيب التسجيلات كل هنا فيهم حاضر. ممكن انت اكثر واحد هكا حاد شويه حتى تستضيف رئيس الجامعه، موضوعي مانيش ممكن حاد. انت هكا اكثر واحد نقولوا هكا على عكس معناتها البقيه الاخرين ولا ليه؟ هذا رايك. انا من انا شو نوضح حاجه. اولا التلفزه التونسيه بارتنير مع الجامعه، التلفزه التونسيه ماخذه حقوق البث بمبلغ كبير من عند الجامعه التونسيه لكره القدم، دونك هي علاقه شرك. انتم اليوم تتفرجوا في النجم والترجي توا على الوطنيه 1 25 دقيقه 00 على الوطنيه الواحد، ماكمش قاعدين تتفرجوا فيها في قناه اخرى، دونك هذيك علاقه شراكة. انت في بلدان العالم الكل، انا خدمت مثلا في كانال بلوس، كانال بلوس كان ديما عندها حقوق البث نتاع البطولة الوطنية الفرنسية. ما نحبش نقول لك في كانال بلوس كان عندنا تعليمات انه ما تهجموش على الرابطة، خاطر الرابطة هي المالكة الحقوق في فرنسا، ولكن على العموم على العموم كانت علاقة شراكة ماهيش علاقة صدامية. احنا في تونس نحبوا وانه الموضوعية تتحول إلى صدام، وهذا الكل مبني على سوء تفاهم. أولا نحكي على حد رياضي مبني على سوء تفاهم. الناس في تونس بعد كأس العالم حبت ريوس تتقص، حبت تصنبوا المشانق، اوكي، حبت الدم يسيل، حبت الدم يسيل، ده مش كون يسيل، حبت دم رئيس الجامعة يسيل. انا من المنبر وانت اخصائي وتعرف اسلام، من المنبر لحد رياضي عمري ما كنت في المحاباة مع رئيس الجامعة ولا مع الجامعة جامي. وقت استحق النقد انا يمكن كنت الوحيد وكليت عليها السبين وقالوا هذا حسابات سياسية. وقت قلت رئيس الحكومة، رئيس الحكومة ما يلزموش يتدخل وقت مباراة الترجي والاهلي خاطر هذا سيد لا ريكوبيراسيون بوليتيك، وديع الجريش ولا سبني على لونتين، وانت تصفي في حسابات. قلت له لا، هذاك موقف موقف مبدئي. كي قلت له وديع الجريش، قلت له راهو وقت الدوسي نتاع قطر وجا وقال له كاني مزية معنا اللي يوري فينا في الارقام، قلت له هذا نفاذ المعلومة. شفت حتى كي تحكي قانون، انا قلت له ما فماش لا مانيش خاطر احنا وني دي كونسلتون، كل واحد يخدم، ماهوش نقول كل واحد يخدم وحده، لكن الرول نتاع الكونسلتون ولا الكرونيكور ماهوش الخط التحريري نتاع البرنامج. فهمت؟ انا نشارك في الكوندكتور كيف تعمل نعرفه بيان سور، وباعتباري زاد صحفي انا كرونيكور من نوع خاص لانه مانيش لاعب قديم، مانيش فني ولكن صحفي. دونك نقول لك سامحني، كان جاء لحد رياضي الكل في المحابات مع وديع الجري، شبينا جبدنا الموقف نتاع، شبينا جبدناها القضيه وفركناها القضيه نتاع السوبر كوب في قطر، شبيك جبناها الامريه الجزيريه اللي كان سبب المشكل، شبيك كنا في المحابات معاه، ما فرشنا الاوراق، ما قلنا لوديع الجري، قلنا له هذا الموضوع فيه واو فيه شك، انتم فشلتوا في الدوسي هذا، اعطيتوا الملف الناس ما كانتش قادره تنظيم.